بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، فنادق دبي اشتكت إلى هيئة السياحة أن الصهاينة السائحين بما يسمى من دولة إسرائيل جايين قاعدين يسرقون الأغراض اللي موجودة داخل الفندق، داخل الغرفة. نعم إخواني الأفاضل، طبعا رسالة اللي حاب أنا أوصلها إلى محمد بن راشد وكوهينو بن زايد اللي يغتصب بلاد بكبرها. هذول اغتصبوا فلسطين، سرقوا خيرات فلسطين، ما راح يسرقون اغراض الفندق. اخواني الافاضل والله فضيحه. وكالات الانباء والمواقع الاخباريه قاعده تتكلم عن السلوك العفن للسواح الاسرائيليين في دبي. تخيلوا معي، خلونا نشوف اخواني الافاضل، تخيلوا الصهاينه السواح قاموا يبقون الروب، سرقوا الروب اخواني الافاضل، تخيلوا قاموا. طبعا هذا مش كلامي، هذا الكلام نقلا عن فنادق دبي. قاموا يسرقون المعاليق، تخيلوا المعاليق اللي في الغرفه من كثر ما هم معفنين. كذلك عندكم، انا جمعت لكم الاغراض اللي هم سرقوها. كذلك هذه الاشياء اللي تستخدم، والله ما اعرف ايش اسمها، حد من اخواني المشاهدين يساعدني. هذا اللي يستخدمونه اعزكم الله لما الواحد يلبس الجزمه. كذلك هذه الفرشاه اللي تساعد على التنظيف. يعني ناس معفنين. تفاجئوا اصحاب الفنادق لما سووا تشيك اوت، طلعوا الهاوس كيبنج رايحين ينظفون الغرف، وجدوا سرقات خطيره. تخيلوا اخواننا الافاضل الجهاز الكوي، يعني هذا وين تحطه يا صهيوني انت يا صهيوني؟ هذا كيف ينحط في الشنطه؟ جهاز الكوي، سارقين جهاز الكوي اخواننا الافاضل. يعني عفن ما بعد عفن. كذلك اخواننا الافاضل شوفوا معي، هذا جهاز النسبرسو ولا الاكسبرسو، ايضا سارقين الاجهزه، سارقين تخيلوا اخواننا الافاضل الاكواب والمعالق. يعني عفن ما بعد عفن. كذلك من السرقات هذه الغلايه موجوده في كل الفنادق، اللي بيسوي له كوفي، اللي بيسوي له ماء ساخن. يا اخي ليش العفن اللي فيكم هاي يا صهاينه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كوهينو هاي اللي انت طبعت وياهم، طبع يا حبيبي طبع. الان قاعدين يسرقون الاغراض من الغرف في الفنادق. قريب والله راح تتذكر كلامي، لا يسرقون بلادك كامله. نعم اخواني الافاضل، تخيل اخواني الافاضل حتى هذه الديكورات البسيطه شوفوا معي، هذه يحطونها حق الثلج، ايضا سارقين الاشياء هذه اللي المتعلقه بالثلج. تخيلوا وصل العفن وياهم الى وين؟ يسرقون اللمبات اللي داخل الاباجوره، تخيلوا الاباجوره قاموا يسرقون اللمبات اللي داخل. اعزائي المشاهدين، ابى اقول المشاكسين، والله هم المشاكسين. كذلك تخيلوا معي اعزائي المشاهدين، شوفوا معي هذه علبه داخلها كلينكس، ايضا سرقوا هاي العلب اللي فيها ديكورات، ما ديكورات سرقوها. لصوص، والله لصوص اعزائي المشاهدين. كذلك اعزائي المشاهدين الفوط، لصوص الفوط، لازم اخواننا في فلسطين هذول الصهاينه اللي وياكم سموهم لصوص الفوط، سرقوا الفوط اللي موجوده في الحمام. كذلك الميزان، سارقين الميزان اخواننا الافاضل. ايش 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 العفونه اللي فيكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الاستشوار، ايضا الاستشوار لم يسلم منهم.